يوم الجمعة من الأسبوع الأول من الخمسين المقدسة باكر، من مزامير أبينا داود النبي: خلصنا أيها الرب إلهنا واجمعنا من بين الأمم لنعترف باسمك القدوس ونفتخر بتسبيحك. هللويا. إنجيل معلمنا لوقا البشير: ثم جاء قوم من الصدقيين الذين يقولون أنه ليست قيامة وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات أخو أحد وله امرأة وهذا ليس له ولد فليأخذ أخوه امرأته ليقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، أخذ الأول امرأة ومات من غير ولد، فأخذها الثاني والثالث وهكذا إلى السابع ولم يتركوا ولدا وماتوا، وأخيرا ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأن السبعة اتخذوها زوجة. فقال لهم يسوع: إن أبناء هذا الدهر يتزوجون ويتزوجن، أما الذين استحقوا ذلك الدهر والقيامة من الأموات فلا يتزوجون ولا يتزوجن، لأنه لا يمكن أن يموتوا بعد، لأنهم يكونون مساوين للملائكة وهم أبناء الله إذ هم بنو القيامة. أما أن الموتى يقومون فموسى أيضا قد أشار إلى ذلك في العليقة إذ يقول: أن الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع سيحيون له. فأجاب قوم من الكتبة وقالوا: يا معلم، حسنا قلت، والمجد لله دائماً.